في ناس بتمرض حتى بالغدة الدرقية لما ما تعبرش على مشاعرها وما تعرفش تحط حدود للناس فعلا. يعني أنا كنت منهم فأنا أحكي على معناتها بمعرفة على الموضوع. أنا إنسان كنت دائما خدومة لكل الناس على حساب نفسي، بعدين جسدي استحمل استحمل استحمل، وأنت عارف لما مشاعرك تكون مكبوتة وما تعبر تأثر على جسدك، تأثر على جسدك. والغدة الدرقية فعلا مهمة جدا، هي حتى فيها متشاكر الحلق مهمة جدا لما تعبر. فتعلمت أنه ليش أنا لما مرضت بعدين شو ربحت؟ شو الناس يعني زعلوا علي ممكن يوم يومين بعدين رجعت المشاغلهم وأنا في كل هذا؟ فأخذت قرار لا، صحتي ما هي أولوية، أولوية ويعني خط أحمر. أنت بتزعل، أنا ما حابة نفسي أزعل. صح. أكيد زعلتي مسؤوليتي يعني. طبعا. مين اللي لازم يزعل؟ الإنسان اللي منستغله وقته، ولا الإنسان اللي يقول لك لا؟ ليش نستغل من شخص صحيح يقول لك لا؟ طيب، غير أنه نحن لازم نقول لا لهؤلاء الأشخاص. موضوع التطفل على خصوصيتنا، التطفل، الناس اللي يسألوا أسئلة مش في محلها، يتدخلوا مثلا أنت ايش راح تسوي في المستقبل، متى راح تزوج، متى راح تجيب أطفال، تجيب أطفال، متى راح تشتري بيت، ليش تشتغل سيارة، ليش هذول الناس أحيانا. وذكر عبد العزيز نقطة مهمة، أنه ممكن هذول الأشخاص يكونوا من أسرتنا، يعني أشخاص لا نستطيع أنه ديتاتش منهم، ما نقدر أن نحن نبتعد عنهم. فكيف نقدر إحنا نسن هذه القوانين وفي نفس الوقت ما نخسرهم يعني. أيوة تغريد. شوف، أنا بالنسبة لي ساعة إذا كان أشخاص هما مش من العائلة، أنا نشوف أنه دائما معتها في أشخاص ممكن خرجها من حياتنا بكل حب، مش لازم حروب. يعني أنا بخرج من هذه العلاقة لأني نحسها وأعتبرها توكسيك، وهي توكسيك رغم الناس المتطفلة والمتشائمة واللي دائما تتشك واللي دائما تتمادى وتتجاوز حدودها، ما فيها أنها تكون في حياتي حبا لنفسي واحتراما لنفسي. أوكي نادرة، جميل الكلام، بس إذا هذه العائلة في العائلة ممكن يعني من العائلة المقربة. شوف، أنا نشوف أنه الشخص لما بتسأله سؤال اثنين وبيبتسم لك هكا مثلا، يقول لك شكرا أنك بتهتم في الموضوع، لكن والله الموضوع هذا شخصي وبسكت بصمت، أنت حتحس نفسك يعني ليش سأل صح؟ فهمت؟ في السؤال الأول الثاني يعني أنت تحط حدود، وتكون حدود مش ليش أنت بتتطفل وركز على ورقتك وأنت شو، لا يعني بكل إرياحية. كان بيودي أني نجاوبك لكن صدقني الموضوع هذا شخصي، وإلا ما بدي أحكي فيه لأني ما أخذت قراري لسه وعندي التقنية. أنا كانوا بيودنا أنه نكمل في الموضوع وندخل كثير، لكن اسمحي لي أني أقاطعك، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا. بس نقول لك يعيشك. اي والله يعيشك. ونقول لك شكرا بزاف 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 على كل هالمعلومات الحلوه. برشا 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 شكرا برشا. سوري سوري، تعالوا قولوا لا. ثانك يو. لا، وكلمه باهي باهي، كان اللقاء باهي صح؟ باهي حلو مزيان. شكرا جزيلا.